السلام عليكم أيها الأفاضل، مرحبا بكم في هذا الدرس من دروس سلسلة Office 365 بالعربي. عدت إليكم بعد غياب طويل، أعتذر إليكم، وذلك بسبب ظروف العمل والتزامات العائلة. اليوم عدت إليكم بدرس جديد خفيف، سنتحدث فيه عن أقسام الأدوار، الأدوار المختلفة في Office 365، وإلى كم قسم تنقسم على حسب الصلاحيات المتاحة. فعلى بركة الله نمضي. سأذهب هنا إلى هذا الحساب في Office 365، وهو حساب أنشأته حديثا لأغراض التعليم كما ترون، لا زال فيه الاسم الاعتباطي الذي يحتوي على ال .onmicrosoft.com. وإن يسر الله سوف أقوم بإنشاء مقال تقني سأضعه على مدونة التقنية في الووردبريس حول الخطوات المتبعة لإنشاء حساب مجاني في تقنية الأوفيس 365. هنا سجلت الدخول على حسابي، وسوف أذهب إلى الأدمن، مركز التحكم أو لوحة التحكم، الأدمن سنتر. وطبعا لو شاهدتم الفيديو السابق الدرس الثاني، كنا قد تطرقنا وأطلقنا إطلالة سريعة على مختلف المرافق المتاحة في لوحة التحكم، فأحيلكم على عليه. هنا كما ترون، هنا عندنا اللون الأبيض أو اللون الفضي، ولعشاق الألوان الغامقة تستطيعون القيام بالدارك مود فيعطيكم اللون الغامق. إذا ذهبنا إلى المستخدمين، حاليا عندي مستخدم وحيد. إذا ذهبت إلى Manage Roles، إدارة الصلاحيات أو إدارة الأدوار، سترون أن الأدوار المتاحة ثلاثة. طبعا لأني عندي مستخدم وحيد، دعوني أنشئ مستخدم User First name. ماذا سنسميه؟ نسميه O365 مثلا، نسبة إلى O365 Test مثلا. Display name O365 Test. User name سأسميه O365 Test. الباسورد يعطيك خيارين، يا إما تدع النظام بلاتفورم الخاصة بالأوفيس 365 تقوم بإنشاء كلمة مرور اعتباطية وتقوم بإرسالها إلى الأدمن، أو تقوم بإنشاء كلمة المرور الخاصة بك. وسأنشئ كلمة مرور خاصة بي لهذا المستخدم، ولن أطلب منه أن يغير الحساب، أن يغير كلمة المرور عند أول تسجيل، ثم نضغط على مواصلة Next. هنا يطلبون منا ترخيص هذا المستخدم للاستفادة من خدمات الأوفيس 365. الآن سأقوم بإنشائه بدون رخص لأريكم بعض الأمور. Next. انتهى. جميل، انتهينا. الآن لدي مستخدمين. إذا ذهبت إلى
إدارة الصلاحيات، فترون أنني أستطيع الآن إدخال إدخال خيارات. أستطيع أن أجعله مستخدما عاديا فقط، ليس لديه أي صلاحيات إدارية، فكل ما سيكون متوفرا لديه وكل هذه التطبيقات ما عدا الأدمن سنتر. لن يرى أصلا لوحة التحكم. أو أستطيع أن أجعله صلاحية إدارية. أعلى صلاحية في الأوفيس 365 هي Global Admin، هذا بمثابة الروت في أنظمة لينكس واليونكس، أو بمثابة الويندوز Administrator. لديه صلاحيات على كل الخدمات، كل لوحات التحكم الإدارية في الشراك. طبعا هناك بعض الاستثناءات التي نحتاج إليها الصلاحيات الإضافية، لكن إذا كان Global Admin فإنه يستطيع أن ينسب هذه الصلاحيات لنفسه، يستطيع أن يضيف هذه الصلاحيات لنفسه، سنرى هذا لاحقا. أو أستطيع أن أجعله ذا صلاحية إدارية على أمور مخصوصة فقط، مثلا أستطيع أن أجعله مديرا ذا صلاحية إدارية على الإكشينج فقط لا أكثر، أو يوزر أدمن يستطيع أن ينشئ حسابات، يستطيع أن يقوم ب هاب ديسك أدمن مثلا، يستطيع أن يقوم ب إعادة تعيين كلمات المرور للمستخدمين، يستطيع أن يقوم ببعض الصلاحيات المتعلقة بإدارة المستخدمين وإدارة البريد الإلكتروني. وهذه تكون كاستم، يعني صلاحيات خاصة، بخلاف Global Admin إذا أعطيته Global Admin فلا تحتاج إلى إضافة أي صلاحيات أخرى، سيكون ذا صلاحيات واسعة، فلهذا يجب ممارسة الحذر والحيطة حين اتخاذ مثل هذه القرارات. يعني التوصيات المنصوح بها أو best practices من مايكروسوفت، سواء في الأوفيس 365 أو في نظام الهندسة الحوسبة السحابية Azure، أنك تعطي الصلاحيات بقدر الحاجة. مثلا عندنا شخص سيكون مسؤولا فقط عن إدارة البريد الإلكتروني للمستخدمين، فنعطيه فقط الصلاحيات اللازمة، إدارة المستخدمين وإدارة البريد الإلكتروني مثل الإكشينج. إذا كان سيقوم بإدارة SharePoint فقط، فتعطيه خدمة SharePoint Admin، انتهينا. Global Admin إنما تعطيها إذا كانت ضرورة ملحة لشخص مخضرم سيقوم بصلاحيات عدة، ونقوم بSave Changes لتأكيد هذه الصلاحيات. إلى الآن أعطينا فقط أدوارا لهذا المستخدم، لكنه لن يستطيع الاستفادة من هذه الأدوار إذا لم يكن لديه رخصة للدخول. كما ترون هنا يقولون unlicensed، ليس لديه license. سوف نقوم بإضافة رخصة له، ترخيص، عبر الضغط على manage product licenses. هنا كما ترون ضروري أن تختار تحدد مكان تواجد هذا المستخدم، ليس شرطا أن يكون نفس البلد، مثلا مقيم في كندا ليس شرطا أن يكون مستخدم في كندا، قد يكون مثلا زميل يشتغل معنا في شركة لديها فروع دولية من الولايات المتحدة مثلا، أو من أي بلد آخر. تقومون بتحديد البلد ثم تقوم بتحديد الرخصة. هنا إذا ضغطنا على هذا السهم
هو يعطينا مثلا تصورونه هنا tabs 39 عدد التطبيقات الذي يستطيع التي يستطيع هذا المستخدم تشغيلها مع هذا الترخيص 39 تطبيق. لكن نفترض أن نريد تقليل أو نريد حذف بعض التطبيقات لا نريده أن يكون لدى صلاحيات عليها. مثلا لا أريده أن يكون لدى صلاحيات في الباور بي آي، أو لا أريده مثلا أن يكون مثلا لا أريده أن يدخل على بلانر. ثم نقوم، كل ما نحتاج هو الضغط على save changes. ما أثر هذا؟ أثر هذا أنه حينما سيدخل على حساب هذا المستخدم هذا O365 test، حينما سيدخل على حسابه ويضغط على all apps، لن تكون هناك Power BI أو Planner. هنا أنتم ترون أن المستخدم الحالي الذي أقوم به على لديه جميع الصلاحيات بما في ذلك وجميع التطبيقات بما في ذلك Planner و Power BI. المستخدم الآخر لن يراهما، لن يرى هذه التطبيقات التي يقوم بحذفها. وإلى هذا الحين نصل إلى نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أسأل الله أن يكون قد نفعكم وانتفعتم به، وإلى موعد قادم بحول الله.